كابتن وليد، هل مباراه النهارده بتدي رساله للاخوه الاعزاء في المغرب زي ما قال كاب سامي؟ طبعاً. انه الكل كان بيقول بلجيكا وكرواتيا ومعاها كرواتيا، لكنه شفنا كرواتيا قدام السعوديه، السعوديه قدمت مباراه رائعه. صح. النهارده مصر قدام بلجيكا، هل ده يدينا احنا كمان؟ لانه المسيري سالني بتشجع مين، بشجع كل ما هو عربي يا مسيري، الاربع فرق العربيه السعوديه وقطر والمغرب وتونس بشجعهم، ده وكلهم زي بعض والله. يعني قول لي بقى، يعني ده بيحسن من فرص المغرب، بيدينا احنا امال كمان، لانه كل فوز عربي هو فوز لينا في النهايه. ده حقيقي. قبل ما ارد على سؤال حضرتك بس ممكن اعمل تحيه؟ اه طبعا، تحيه لفيصل زيدان. نعم. والوليد عبد السلام، تقرير اكثر من رائع. شكرا. تحيه لقطر. نعم. على انها طلبت منع الخمور. نعم. و صممت على مبادئ دولة إسلامية، وشكرا للاتحاد الدولي، شكرا للفيفا على انه وافق على الطلب ده، حاجة محترمة جدا. ما تشربش في الملعب بس، لا، حاجة محترمة جدا. نعم. وتصميم كامل على اظهار الدين الاسلامي بوجهه الحقيقي، كل الاديان، الدين الاسلامي والدين المسيحي وكل الاديان، عاملين حاجات. نعم. كويسه جدا. ف نعم. يعني تحيه ليهم بصراحه. طيب قول لي بقى الربط. المغرب هيستفيد بنسبه 100%. 100%. 100%. ودي حاجه يعني احنا قدمنا للمغرب هديه. نعم. لان المغرب لما هيتفرج على الفرقه ممكن يكون المغرب كان هياخد استراتيجيه الدفاع من نص الملعب. ممكن كان هيستنى منتخب بلجيكا في نص ملعبه. انت النهاردة بتديله ان انت لو ضغط وتضغط بشكل، خد بالك مين اللي ضاغط على القريبة؟ نعم. ده كان صلاح. مين اللي جاي من بعيد؟ ده مصطفى محمد. نعم. هم غيروا مركزه، تريزيجيه ضغط على السردباك ناحية اليمين. نعم. هم بيلعبوا 3-4-3. نعم. ودايما على طول الضغط ده خلى فريق بلجيكا يتلخبط. نعم. دي بروين طبعا عايز يوقف الكرة بوش رجله عشان يبتدي هجمة ويشتغلوا هجمة منتظمة من تحت، قطعها مصطفى محمد وحرزنا الهدف. فهنا انت كده بتدي ممكن رسالة لمنتخب المغرب ان ليه ما تضغطش من الاول. نعم. ادي واحدة. الخروج بالكرة كان افضل ما يكون. نعم. منتخب المغرب منتخب قوي جدا وبيعرف يطلع بالكرة من تحت، وعندهم اللعيبة بتعرف تقف على كرة بشكل كويس جدا. نعم. وكلهم محترفين. يعني. وأدائهم كويس يعني. حتى مع وحيد خليل لوزيتش قبل كده، حتى بعد لما مشي، دلوقتي حكيم زياش رجع تاني. لا، عندهم مجموعة، أشرف حكيمي طبعا النجم الكبير، عندهم مجموعة نجوم تقدر تعمل مفاجأة. أنا شخصيا مختارهم. نعم. يعني أنا مختار بلجيكا والمغرب. نعم. إن شاء الله يعدوا دور المجموعات يا رب. إن شاء الله بلجيكا والمغرب، المهم يكون المغرب ومعاه أي حد إن شاء الله يوصلوا. خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني.